سلام، معكم التونة. رجعت لكم فيديو جديد بردة فعل جديدة أصدقائي. اليوم رح نعمل ردة فعل غنية المودي العربي البرو. كتير ناس وأنا منه انتظرنا هالغنية من سنة، هو عالم عن غنية من سنة، فنزل اليوم. احنا رح نعمل ردة فعل نعطي رأينا بهالغنية، لأنه أنا كتير متحمس شوف الغنية، هو أعلن عنه من زمان، حفظنا الفيرس تبعه. شوف مود العربي بهالغنية شو رح يقدم لنا. فأصدقائي إذا أنتم جداد بالقناة، بتمنى من كل إنه يشترك بالقناة وفعل زر الجرس. بسم الله نبلش الفيديو، ما نطول عليكم لأنه أنا كتير متحمس شوف هالشخص شو محضر. أوكي يلا هاي الغنية ويلا نشغلها. صوت الزر تمام، صوت مودي العربي برو مودي ماي مارينو سكوترو مودي ابن العاصمة. لازم تعرف قبل ما تقلي يا برو، تتعمق اكتر تعرف شو يعني البرو. لما بدك تنطى وتقلي برو، يعني تكون ساند بظهري ومعي على الموت برو. برو 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 عالم بتخدعك بوشن يا برو. لازم تعرف كيف تفرق بين برو 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 برو. من اول خبطه خد الدرس وروح امشي، يا كل التاني تستاهل وياك تخلي. يفكر مره انه ممكن يخدعني، حطيتهم جونه وسحبت عليه السيفون. كل المواقف مرقت بيناتنا يا برو، كانت تثبت انك معي اصول برو. كتفي بكتفك حامي من سموم برو، شايف انه صعب موقف مجرد ما نبرو. برو 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 برو. حبل الكف قصير وابوابه مقفولة، طوق الخد تدخين وجوافه مسنونة. صوت الطابع البعيد ونيابه المعدومة، كسرت عاصف الوادي وتركنا جثته مدفونة. في حدا برو منتساءل معاه، من اول غلط الحديث لا تتعاطى. مضروب معفن ما بيعبي الراس، صنف منشف العدم مثل البلا. حلو حلو والله والله حلو. رايي بحالي ام بكتي من رايك فيه، لا دبص ريال مدريدي من وجدت فيك. طفل اسمع خود العبرة شو بحاكيك، نحنا رفاق بالمواقف مو بعداد التمسيح. الفرصة التانية رصاص ما بعطيك الذخيرة، لا تحط وسخك براسي والفرصة الأخيرة. بيدك حروتها والرفقة اللي عرفت تبيعها، بأفعال وسخة رديتها وباين تأثيرها. اللي بيكسب ما بيعرف يصدق، البشر مثله بيفكر، أفعاله النشسة بيكرر، بالأفعى عم يحكي ويزفر. ما في عنده وفا، ما بيعرف شو يعني الولاء، رح يخطر أي حدا مصلحته ما مشيت معاه. لازم تعرف قبل ما تقلي يا برو، تتعمق اكتر تعرف شو يعني البرو. لما بدك تنطع وتقلي برو، يعني تكون ساند بظهري ومعي على الموت برو. لا عم ولا عم شو عم بسمع؟ لك انا شو عم بسمع الليل؟ شو عم بسمع؟ أصدقائي رح أحكي رأيي بالكليب. أوكي، أول شي تحياتي للمود العربي، إنه عمل شي كتير حلو بهالغنية برو. أخذنا العالم تاني، أي أنا ما بدي أسميها غنية يا شباب، كونوا معي. أوكي، الكليب ما رح أسميها غنية، أوكي، لأنه الكلمات تحكي عنا كلياتنا.
بصراحة النمود العربي أخذنا لمكان تاني للفضاء، هو طالع على القمر دي أخذنا كلها تمام. يعني شيء عامل شيء جذر بالسين السوري، جات إنه منفتخر إنه عم يعمل شيء حلو بالسين، عرفتوا كيف؟ بشكل عام بالسين السوري بالكليبات ما حدا بيقدر إنه يوصل لمودي، لأنه هو بيعمل شيء كتير خرافي وكلماته كمان كانت معبرة، إنه مو كل حدا قال لك برو بصير رفيقة، كان واقعي بيحكي عنا كشباب كلياتنا، بيشبه غنية طاير طاير لأنه حكى عنده بالستوري إنه هالغنية بتشبه غنية طاير، فش كان شيء خرافي يعني صدمني، واللوكيشن تبعه كمان كان شيء مختلف. يعني فينا نقول السنة اللي انطرناه بهالغنية ما رح أفعل، هو عامل شيء خرافي وكانت قنبلة الموسم. يعني هو لو نهاها بالعشرين عشرين يعني بآخر هالسنة كانت راح تكون شيء خرافي، فنحن نوثق بالمود العربي انه نهاية 2020 كمان راح ينزل غنية ينهي فيها كل سنة، يعني مثل ما تعودنا عليه كل سنة نية بالارض. ضخيراتكم كلياتنا اصدقائي، هذا كان رأيي الشخصي بالغنية، انا عجبني الغنية كثير حلو وزابطة مع كل مرة وتوتيون راح تزبط معه اكثر، فهي كان رأيي الشخصي بالغنية بتمنى تقبلوها. فلو امكم وصلنا نهاية الفيديو اصدقائي، كان معكم اخوكم التونة من قناة التونة، في امان الله بشوفكم فيديو جديد، سلام.